في هذه الحلقة لن تسمع خطاب تحفيزي، ولكن سوف تتعلم برنامج تطبيقي ومبسط لعادات يومية تنمي كتلة العضلات على خطى علمية مثبتة وبأقل عناء ممكن. فالعضلات هي جوهر تاج الجسم، وهي السبب الحقيقي في أن أنظمة جسمك الأخرى تعمل ليل نهار لتغذية هذه العضلات لإعطائك حرية الحركة والقيام بوظائفك اليومية. يصعب بناء كتلة العضل لأنها تحتاج لخطوات محددة معروفة ومدروسة لكي تنمو. تطبيق هذه الخطوات قد لا يكون ممتع في البداية، ولكن أن تعيش بصحة ممتازة والتمتع بجسد رشيق وجميل وقادر على التعامل مع أي شيء تلقيه عليك الحياة هو المتعة الحقيقية، وستشعر بسعادة بالغة عندما تؤدي وظيفتك على أتم وجه. اشترك معنا بالقناة، وبدون أي تأخير خلينا ندخل بصلب الموضوع. السلام عليكم، مقدمكم الدكتور فارس عرب. الخطوة الأولى في البرنامج هي النوم. يجب أن تستريح وتنام بما فيه الكفاية. البناء في الجسم يحصل عندما تستريح أو تنام، فوقت النوم هو الوقت الذي يتفرغ فيه جسمك من المهام اليومية لكي يصلح ويبني ما قد تم إتلافه أثناء استعمال جسمك. أحد الهرمونات الرئيسية المسؤولة عن البناء هو هرمون النمو البشري HGH، وتكون مستويات هذا الهرمون أعلى عند النوم، لذلك يجب الاستفادة من هذا الوقت. وعلى غرار ذلك يرتبط الإجهاد وقلة النوم بارتفاع مستويات الكورتيزول، والكورتيزول هو هرمون كاتابوليك أو هرمون هدم يكسر أنسجة العضلات، وهذا بالضبط ما لا تريده عندما نحاول بناء كتلة عضلية. لذلك يجب النوم 8 ساعات متواصلة بين الساعة 9 مساء إلى الساعة 9 صباحا، وتجنب شرب الكافيين قبل 6 ساعات من وقت نومك لكي لا يسبب لك الأرق. الخطوة الثانية تركيب الوجبات والطعام. هذه الخطوة هي أهم خطوة والأساس في نجاح أي برنامج، ركز عليها لأن جسمك مصنوع مما تأكله. يجب أن تأكل كميات كافية من الطعام وتستهلك محتويات غذائية تستخدم في البناء. العضلات لا تظهر بالسحر أو باستخدام مساحيق البروتين ولا حتى بإبر الاستيرويد. تتطلب العضلات الكمية الصحيحة من العناصر الغذائية لكي تنمو. يمكنك تشبيه العضلة بالجدار المبني من الطوب. الطوب في العضلة هو البروتين أو ما يعرف بالأمينو أسيد، والإسمنت المستخدم بإلصاق هذا الطوب ببعضه في الجسم هو مصنوع من الدهون والفيتامينات والمعادن. أما الطاقة التي تحرك العضلة هي ما يعرف بالجلايكوجين، وهو عبارة عن جزيئات جلوكوز. الجسم في حالة هدم وبناء مستمرة لا تتوقف مدى الحياة. إذا كنت لا تأكل ما يكفي وباتزان من العناصر الغذائية، فإن وتيرة الهدم ستكون أسرع من وتيرة البناء، ولهذا سترى بأن كتلة جسمك العضلية سوف تضمحل مع الوقت وتتراكم السعرات الحرارية كدهون ولا تستخدم للإصلاح والنمو، لأنك لم تراعي التوازن بإمداد الجسم بما يحتاجه للبناء. ومهما حاولت التمرين في هذه المرحلة فلن تلاحظ تغيير على كتلتك العضلية. يجب أن تستهلك بحدود 0.8 إلى 1 جرام من البروتين لكل كيلو من وزن جسمك. فمثلا إذا وزنك 70 كيلو يجب أن تأكل بحدود 56 إلى 70 جرام من صافي البروتين يوميا، لا أكثر ولا أقل. وكلما زاد الضغط على جسمك كلما كانت احتياجاتك الغذائية أكبر. مصادر البروتين الجيدة هي منتجات الألبان ولحم المواشي والدواجن والأسماك والبيض والبقوليات والبذور. أما الدهون فكميتها بحدود 20 إلى 40 جرام من مصادر مثل الأفوكادو وزيت الزيتون وزيت جوز الهند والزبدة البقرية. أما الفيتامينات والمعادن فتأتي من الخضروات. تناول طبق سلطة كبير مشكل على كل وجبة لكي تؤمن حاجة العضلات من المعادن، وخاصة البوتاسيوم لأنه مسؤول بشكل مباشر عن انقباض العضلة، وكميته المطلوبة بحدود 4700 ملي جرام يوميا. الخطوة رقم 3، الصيام المتقطع. أي عملية بناء أنسجة في الجسم تتوقف ويعمل نظام الهدم عندما يعمل جهازك الهضمي. نعم، يتوقف البناء ويبدأ الهدم في وقت تناول الطعام. ولكي أقرب لك المعنى، بإمكانك تشبيه الموقف بعامل البناء الذي يتوقف عن العمل كل ساعة لكي يتناول وجبة خفيفة ثم يرتاح ليهضم الطعام. بهذا الشكل لن ينهي العمل في الوقت المحدد،
لهذا السبب يجب أن تترك فرصة للجسم لكي يستفيد من الطعام، وذلك بالتوقف عن الأكل لمدة 16 ساعة على الأقل في اليوم. وهذا هو مفهوم الصيام المتقطع، اقصر وقت الهدم لأقل وقت ممكن عن طريق تناول وجبتين إلى 3 وجبات في اليوم خلال 8 ساعات فقط، ثم التوقف عن الأكل لمدة 16 ساعة لكي يستطيع جسمك بناء أنسجة جديدة. الخطوة الرابعة، تحديد الهدف، إما خسارة وزن أو بناء كتلة عضلية. يوجد 3 أنواع من التمارين ويجب أن تؤدى معا ولكن بشكل منفرد لأنها مكملة لبعضها في برنامجك. كيف؟ أنواع التمارين بشكل عام هي 1 تمارين الكارديو أو تمارين عضلة القلب، و2 تمارين الإطالة وهي ضرورية لتعافي العضلات، و3 تمارين المقاومة وهي تمارين تضخيم العضلات. يظن معظم الناس وخاصة النساء بأن صالة الجيم هو مركز لتضخيم العضلات، وهذا اعتقاد خاطئ جدا. إذا فهمت الفرق بين أنواع التمارين فسوف تنظر لأجهزة صالات الألعاب الرياضية بنظرة مختلفة تماما. المشي أو الجري على التريدميل والدراجة الهوائية وصعود الدرج وجهاز التجديف ومثلها رقص الزومبا والسباحة وتسلق الجدار هي نوع من تمارين الكارديو أو التمارين التي تجهد جميع عضلات الجسم وترفع معدل ضربات القلب لتسريع ضخ الدم في الأعضاء، وهذا يساعد على حرق الدهون المتراكمة ورفع قوة تحمل الجسم أو الاستامينا وتزيد من تشبع الدم بالأكسجين أو VO2 Max. وهذا هو الأساس في أي برنامج تدريبي، ويجب تخصيص أيام محددة تمارس فيها. أما تمارين الإطالة واليوغا فهي تزيد من مرونة وجاهزية العضلات للحرق وتزيل الالتصاقات بين أوتار العضلات والأربطة لتسمح بمرور كمية دم أكبر لتتوافق مع احتياج العضل المتزايد، ويجب أن تمارس قبل وبعد أي جلسة تمرين. أما تمارين المقاومة فهي تزيد من قوة وحجم العضلات عن طريق جعل العضلة تعمل ضد الوزن أو الجاذبية، وتشمل استخدام الأوزان الحرة وآلات الوزن وأحزمة المقاومة أو حتى وزن جسمك. يجب استخدام هذه الأنواع الثلاثة في برنامج متوازن لكي تحقق نتائج مرئية على شكل الجسم. فمثلا إذا كان هدفك حرق الدهون، كرر تمارين الكارديو أكثر من تمارين المقاومة، ولكن لا تهمل أي نوع من هذه الأنواع الثلاث في برنامجك. الخطوة الخامسة، تحدى قوة العضلات ولكن لا تقضي عليها بالأوزان. تمرن بقوة وثقل كافي لتحدي جسمك وتجاوز قدرته الطبيعية قليلا في كل مرة. بهذه الطريقة يحدث التغيير، بمعنى أنه إذا كان بإمكانك رفع 5 كيلو 30 مرة بدون إجهاد أو تعب فهذا لن يحدث أي تغيير في قوة العضلة، وإذا كان رفع 10 كيلو 30 مرة أمر مستحيل فهذا يتلف العضلة. الحل الوسط هو البدء برفع 7.5 كيلو وزيادة هذا الوزن مع كل تمرين حتى تصل لهدفك. القاعدة الذهبية، ارفع أوزانك حتى تشعر في نهاية كل تمرين بشد عضلي خفيف غير مؤذي في العضلات المستهدفة، لأن بناء أنسجة العضلة يحصل عن طريق هدم بعض الألياف الضعيفة في العضلة أثناء التمرين، وثم إعطائها فرصة تتمثل بالراحة 2 إلى 3 أيام لبناء ألياف أكبر وأقوى، ومن ثم تكرار العملية 2 إلى 3 مرات في الأسبوع لكل مجموعة عضلات. الخطوة رقم 6، تسجيل التقدم. لبناء العضلات يجب عليك رفع الأوزان، لكن الأمر يتعدى ذلك، عليك أيضا إضافة مقاومة باستمرار حتى تتكيف عضلاتك مع أوزان أكبر. إذا لم تقم بإنشاء عبء يتحدى جسمك باستمرار فلن يستجيب، لذلك قم بتسجيل كل تمرين وكل وزن قمت برفعه وعدد مرات التكرار والوقت الذي استغرقته في التمرين لكي تتحداه في المرة القادمة وترفع وزن أكبر قليلا أو عدد مرات أكثر أو بوقت أسرع، وهكذا حتى تصل لهدفك. وخصص جلسات تمرين مجموعات عضلية منفصلة في أيام الأسبوع، فمثلا اجعل يوم للصدر ويوم للذراعين ويوم للبطن والظهر وهكذا. الخطوة رقم 7، الهرمونات وتأثيرها في المحافظة على النتائج. نعلم بأن الدماغ يتحكم بأجسامنا، ولكن هل تعلم بأن الدماغ يتحكم بالجسم عن طريق إفراز الهرمونات؟ إذا هذه المعلومة جديدة عليك فيجب أن تنتبه لهذه النقطة جيدا. توازن إفراز الهرمونات أمر بالغ الأهمية لصحة جسمك
والإفراط بإفراز أحدها على حساب الآخر قد يعرضك لأمراض مستعصية. فمثلاً الإفراط في تناول الكربوهيدرات المحسنة يعرضك للسمنة وحساسية الإنسولين أو السكر النوع الثاني، وهو بالأصل إفراط في إفراز هرمون الإنسولين. الفائدة القصوى من الكربوهيدرات تأتي مع استهلاك 50 إلى 70 جرام منها كحد أقصى في نظامك الغذائي اليومي، وأيضاً التعرض لإجهاد بدني أو نفسي مستمر يزيد من إفراز الكورتيزول الذي يسبب السمنة وارتفاع ضغط الدم وانخفاض التمثيل الغذائي أو الأيض، وارتفاع مستويات هرمون الاستروجين يجعلك أكثر عرضة لجلطات الدم والسكتة الدماغية والإصابة بخلل في الغدة الدرقية وأعراض مثل التعب وتغييرات في الوزن. الاستروجين يأتي من لحوم الحيوانات الداجنة والمبيدات الحشرية ومنتجات الصويا، لذلك لا تفرط بتناولها. وعكس هذه الهرمونات هي هرمونات النمو مثل هرمون التستوستيرون وهرمون النمو HGH وعامل النمو الشبيه بالإنسولين IGF-1 من وظيفتها تحفيز نمو العضلات وزيادة قوتها، وهرمونات السعادة مثل الدوبامين والسيروتونين والإندروفين كلها تفرز بعد التمرين مباشرة ومع استمرار الصيام المتقطع. الخطوة الثامنة المكملات الغذائية. تركت المكملات الغذائية والإشاعات المضللة لها لآخر خطوة لأنها آخر شيء يجب أن تقلق بشأنه. فقط عندما تتقن كل ما ذكرته سابقا يمكن أن تهتم بالمكملات الغذائية. لا يمكنك الاعتماد على المكملات الغذائية لتحقيق أي مكاسب صحية لك إذا لم تكن الأساسيات مثل النوم والطعام والتمرين محكمة. المكملات الغذائية التي يجب أن تهتم بها ليست مساحيق البروتين ولا الكرياتين ولا البي سي اي اي ولا أي منتج يسوق لك في الجيم وصالات الرياضة، وإنما المقصود بها هو العناصر الغذائية التي قد لا تحصل عليها من الطعام، مثل زيت السمك الذي يساعد في تقليل الالتهاب ويمكن أن يساعد قلبك ودماغك ومفاصلك على العمل بنحو أفضل، والزنك وفيتامين دال والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم كلها مكملات تساعدك على بناء كتلة عضلية بشكل أفضل. هنا نصل لنهاية الحلقة عزيزي المشاهد، شاركها مع زملائك إذا استفدت منها. لا تنسى تشوف الحلقات السابقة وانتظر الحلقات القادمة. اشترك بالقناة واضغط زر الإعجاب واكتب لي رأيك بالتعليقات. معكم الدكتور فارس وبشوفكم بحلقة أخرى بإذن الله تعالى، وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية. Lucky one.